هيبقى حاجه نون ابريشابل مش محسوسه، فداويني بالتي هي الداء استخدام التخفيفات المنخفضه في العلاج. بالاضافه الى حاجه مهمه جدا، انا قلت قبل كده ان المانيا دلوقتي وفرنسا بيستخدموا الدوم بتاعنا، الدوم اللي احنا كنا بناكله واحنا صغيرين، القلف البني بتاعه ده مع الايه البردقوش، وقلت انه بيضيفوا عليه الهدال او الدبق على اعتبار ان الدوم بينزل السيستوليك اللي هو الضغط العالي اللي فوق، والبردقوش بينزل الضغط اللي تحت اللي هو ايه اللي هو مثلا افرض واحد مثلا ضغطه 160 على 100، الدوم بينزل ال 160 والبردقوش بينزل ال 100. في نقطة، هو الضغط الطبيعي من 120 على 80، يعني الفرق بين الاثنين 40. الهدال او الدبق يخلي الفرق بين السيستوليك والدايستوليك 40 مستمر. وثبت في المانيا ان اخذه لمده 60 يوم او 90 يوم من الممكن يعالج زياده الضغط تماما، لان زياده ضغط الدم هي عباره عن جزء او عضو من الاعضاء ما بيتغذاش بالدم كويس، فبيدي اشارات للمخ والقلب يبتدي يضرب بسرعه عشان ايه يودي ايه الدم عند هذا العضو. فعشان كده مهم جدا علاج ضغط الدم يتم تحت اشراف طبي، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لما بنستخدم الدوم والبردقوش ملوش علاقة الا هو انه بينظم ضغط الدم عن طريق حاجة منتهى الاهمية، الرينين والالدسترون بتاع الغدة الجار كلوية بينظمهم، يعني يخليهم ماشيين على طول كده. وبالتالي اللي عنده ضغط دم مرتفع لما بياخد الدوم والبردقوش والهدال دي بتجيب نتائج مبهرة جدا من خلال 60 يوم الى 90 يوم. والنتائج بتاعت البحوث قالت حاجة مهمة، ان عدد كبير جدا من الناس ابتدوا يسيبوا الدواء الكيماوي وابتدى الامور تنتظم عندهم والضغط يضيع منهم تماما. وعلى فكرة الضغط ده ليه علاقة كبيرة جدا، يعني لما يكون عنده واحد زيادة بيبقى ليه علاقة كبيرة جدا ان هو ممكن يؤدي الى جلطة لو سبناه يرتفع، او انسان بياخد الدواء طبيعي جدا وجيت نرفز في النهار والنرفزة ما اكثرها بيؤدي الى زياده الادرينالين وبالتالي الضغط من الممكن يرتفع، الرينين ماشي كده بروح عامل كده زياده، الزياده دي من الممكن تعمل جلطه وممكن تعمل سكته دماغيه وما الى غير ذلك. ولذلك في المانيا قالوا الدوم والبردقوش والهدال من اهم الاشياء اللي بتعالج زياده ضغط الدم ولا تؤدي الى اثاره، اثاره يعني ايه الرجل تلقى القدره بتاعته تقل مع الوقت في زياده الضغط وهكذا. وبالتالي من الممكن ايه من الممكن يؤدي الى جلطه في الرجلين او جلطه في القدمين او ايه السكته الدماغيه جلطه، كل الكلام ده بنقضي عليه عن طريق الدوم والبردقوش والهدال.